الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، واشتم علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من الأشهر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. بدأ الإمام النووي بتعريفه هذا الباب بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بهذا الموضوع، فعرض لنا الآيات التالية من كتاب الله عز وجل. أولا، قال الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عز وجل: فبشرناهم بالعباد الحليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. وقال عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. ثم قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. يلاحظ أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ساق في هذه المناسبة كل الآيات التي وردت فيها كلمة الإشارة أو البشرى، سواء كانت الإشارة بأمر أخروي كالآيات الثلاث الأول، وسواء كانت الإشارة بأمور دنيوية كقوله عز وجل: وبشرناه بغلام حليم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. لم يميز الإمام النووي طائفة عن طائفة من هذه الآيات، وإن كان الأهم إنما هو النوع الأول، الإشارة التي توجه إلى العبد بمغفرة الله سبحانه وتعالى وبرضوانه. والعجيب أن الإمام النووي وقد ساق هذا العدد الكبير من الآيات التي تتحدث عن البشارة والبشرى وأهميتها، لم يذكر ربما أهم آية من هذه الآيات وأكثرها خطورة بالنسبة للإنسان، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية الجليلة فيها إشارة كبيرة جدا. الآية الأولى والثانية والثالثة، الآيات الثلاث التي ذكرها الإمام النووي، هي تدل على المعنى ذاته،
لكنها لا تدل على البشارة في دار الدنيا، بل لعل السياق يشير إلى أن هذه البشارة سيواجه بها أصحابها يوم القيامة. مثلا قول الله عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الظاهر أن هذه البشارة ستكون يوم القيامة عندما يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والعفو. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا كلام الملائكة للنخبة الصالحة من عباد الله سبحانه وتعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن الآية التي تنص على أن عباد الله الصالحين لا بد أن يتلقوا البشارة في دار الدنيا قبل رحيلهم عنها إلى الآخرة هي هذه الآية التي لا أعلم في كتاب الله عز وجل آية غيرها تنص بهذا الشكل الواضح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم إنه جل جلاله عرف هؤلاء الأولياء، وجاء التعريف كأنه جواب عن سؤال عندما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء طبيعي أن يتساءل أحدنا: ترى من هم هؤلاء الأولياء الذين ميزهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ عرفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. صفتان لا أكثر. الصفة الأولى الإيمان، ومركزه اليقين العقلي. الصفة الثانية التقوى، وكانوا يتقون، وهو التطبيق السلوكي. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشارة الآخرة مستقلة عن بشارة الحياة الدنيا. لا أعلم آية صرحت بأن الصالحين من عباد الله عز وجل سيتلقون في حياتهم الدنيا قبل الموت بشارة بأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بالمغفرة والرضوان إلا هذه الآية. فكنت أتوقع أن يذكر الإمام النووي هذه الآية في مقدمة الآيات التي تتحدث عن البشارة وأهميتها. قد يقول مما قائل: كيف تكون هذه البشارة في الحياة الدنيا ما دام الإنسان يتقلب في هذه الدنيا ومنوامها وسننها؟ كيف سبيل إلى أن يتلقى البشارة من الله عز وجل؟ السبل كثيرة جدا، ولكن في ظاهر البشارة تأتي قبيل الوفاة، قبيل وفاة هذا الرجل الصالح الذي ينطبق عليه الوصف الذي ذكره رسول الله، ذكره الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأتيه هذه البشارة قبيل وفاته، لا أثناء تقلبه في انفجاج الحياة، لا هذا بعيد. ولكن هذا الإنسان إذا دنا أجله وبقيت ساعات لوفاته أو أيام، فإن الشأن وهي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى تطبيقا لهذه الآية أن يريه مكانه عند الله سبحانه وتعالى، إما برؤية صادقة يراه، والرؤية الصادقة جزء من 43 جزءا من النبوة كما ورد في الحديث الصحيح، لا سيما عند دنو الأجل. هذا
شكل من اشكال الاشاره او يقظه قبيل وفاته يريه الله سبحانه وتعالى مكانته عند الله سبحانه وتعالى، او يرسل اليه ملكا يخبره مغفره الله سبحانه وتعالى له ورضاه عنه. نعم. او عند المزع، عند المزع اي عند سكرات الموت. الانسان عند سكرات الموت اذا كان صالحا يعلم مصيره ويعلم منتهى. نعم. والعكس ايضا في الغالب صحيح. هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. وهذا الكلام الذي نقوله هو الذي يشكل الجواب عن سؤال ربما يطرحه بعض الناس، سؤال يتعلق بقصة وفاة سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. فقد ورد أنه عندما وقع في النزع سمع بعض من أهله يقول واك الله، فقال بل واك الله بدل نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قال البعض من أين لبلال أنه سيلقى الأحبة، وما أدراه ما مصيره بعد الموت؟ والبارئ سبحانه وتعالى أخفى المصير وجعله من غيره مكنون. سئل بعض الناس هذا السؤال، فمن جواب؟ الجواب أن هذا الغيب المكنون يرتفع قبيل الموت، فسيدنا بلال لو لم يبشر لم يقل هذا الكلام، ولكنه بشر بمغفرة الله ورضوانه، ومن ثم قال بل واقرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولولا هذه البشارة لما استطاع أن يقول هذه الكلمة. ثم إن من أبرز ما يجسد هذا الذي نقول واقع وفاة كثير من الناس عندما تنظر إلى حال إنسان من الصالحين قبيل وفاته تجد بلابل سروره قد اجتمعت على وجهه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تلقيه هذه الإشارة التي وعد الله سبحانه وتعالى به. على كل وعد الله لا يلحقه كل، وهذا وعد يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا، أما البشرى في الآخرة فهذا شيء مؤكد. الآية الأولى التي ذكرها الإمام النووي ويقوله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا الأمر الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبشر عباده عباد الله الذين يتصفون بهذه الصفة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أمر من الله لرسوله توجيه البشارة إلى عامة من يتصفون بهذه الصفة لا إلى الأفراد. يعني الله عز وجل أمر رسوله بأن يقول أهل الناس كل من استمع القول فاتبع أحسن، كل من أصغى إلى أوامر الله سبحانه وتعالى فنفذ الحسن وهي الأوامر التي أمر الله بها، وانتهى عن السيء وهي النواهي التي نهى الله عز وجل عنها، هؤلاء مبشرون بمغفرة من الله ورضوان. وليس معنى ذلك أن رسول الله خاطب الأفراد فردا فردا، لا. ولذلك نقول هذه آية عامة، كل من انطبق عليه هذا الوصف الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ينبغي أن يستبشروا. أما تطبيق هذا الوصف على الأفراد فذلك علمه عند الله
سبحانه وتعالى. الآيات الأخرى البشائر فيها بشائر دنيوية، وذكرها الإمام النووي ليبين لنا أنه يصلح في دين الله عز وجل أن يبشر الإنسان صاحبه سواء بأمور الدين أو بأمور الدنيا، أي ينبغي أن يكون لسانه لسان بشارة لا لسان تخويف وتشاؤم. هذا ما يعنيه الإمام النووي. المؤمن يكون علاقته مع أخيه دائما علاقة الإنسان المفرح الذي يدخل الفرح في قلب صاحبه، لا الذي يدخل المأساة والحزن والكآبة في نفسه، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. أي إذا أتيح لك أن تبشر صاحبك بمغفرة من الله ورضوانه فبشره، وإذا أتيح لك أن تبشره بما يدخل السرور على قلبه من أمور الدنيا أيضا فبشره، أو فاسكت. يعني ليس من الخير أن تنذره حتى ولو كان موجبات الإنذار صحيحة، ولكن من الخير أن تدخل السرور على قلبه. وإدخال الإنسان السرور على قلب أخيه من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا في الدرس الماضي، في آخر درس مضى، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم خيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم خيره أو ليصمت. لا تحاول أن تدخل المخاوف على قلب صاحبك، غيرك يمكن أن يفعل ذلك، لكن إذا وجدت سبيلا إلى إدخال السرور ففعل. قد يقول قائل: ولكن لعل خطرا دائما يدنو إليه، يجب أن أحذره من هذا الخطر. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر من الخطر. نعم، لكن لا تنذره بمخاوف دون موجب، يعني لا تدخل الأسى والحزن والكآبة على قلبي كما يفعل كثير من الناس. لكن ممكن أن تجد هذا الإنسان يسير على شفا جرف، نعم، ترك محله مكانه مفتوحا مثلا، والنصوص يمكن أن يداهم مكانه، تنصحه، هذه اسمها نصيحة ولا يسمى إنذارا وتخويفا وتلهيما، لا. ولكن المهم أن المؤمن ينبغي أن يكون لسانه لسان بشارة لا لسان إنذار وتخويف، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. ولذلك ساق الإمام النووي الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها عن بشائر بأمور الدنيا، نعم، لا عن بشائر تتعلق بأمور الآخرة، مثل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، مثل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، مثل قول الله سبحانه وتعالى لزكريا: إن الله يبشرك بيحيى، إلى آخر ما هنالك. كل ذلك تكريس لأدب من آداب الإسلام، وهو أن على الإنسان أن يكون لسانه مستعملا في إدخال السرور والبشارة إلى أفئدة إخوانه، لا أن يلتقط المخاوف وكلمات النذر يدخلها إلى أفئدة إخوانه. قد يقول قائلا: طيب، أما ينبغي أن نخوف الناس من عواقب أمورهم بعد الموت؟ الباري سبحانه وتعالى أنذر، الباري بعث رسوله بشيرا ونذيرا. كثيرون هم الذين يخطئون في فهم الإسلام أو في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. عندما تجد إنسانا عاكفا على الغدر، عاكفا على المعصية، مقبلا عن أوامر الله
سبحانه وتعالى تنصحه. كيف تنصحه؟ تنصحه بادئ في مريم بأن تغريه بمثوبة الله، بأجر الله، بما له عند الله إن هو أخلع عن هذه المعصية. يعني بدلا من أن تستعمل أسلوب التخويف استعمل أسلوب الترغيب. نعم، كم يحبك الله وكم يكرمك وكم يسعدك في دنياك وآخرتك إن أنت أقلعت عن هذا الخطأ، وإن أنت ترفعت عن هذه المعصية، وتذكر له الأدلة والآيات والبراهين والأحاديث التي جاءت بهذا الصدد. هذا هو الأولى، وهذا ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يرعوني لم يصل إلى كلامي عندئذ تضعه أمام المخاوف، تذكره بسخط الله سبحانه وتعالى إن هو استمر على هذه الحال. إذن ليس استعمال التخويف والإرهاب والنذر أمرا مطلوبا في كل الأحوال، لا، بل هو دواء مر يستعمل في الحالات الاضطرارية. لا، ومعنى هذا أن الإنسان عندما يجلس مجلسا كهذا ويخاطب الناس عموما ينبغي أن يكون كلامه باعثا على الاستبشار وباعثا على الإقبال على الله عن طريق الحب، لا أن يدخل المخاوف إلى قلوب الناس بحيث يجعلها ترتعد فرائصها مما هم مقبلون عليه بعد الموت. هذا من آداب الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، إن فيكم من ينفرون عن دين الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون التنفير؟ يكون التنفير بأن يدخل أحدنا الهلع في قلب زيد من الناس باسم الدين وباسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وعندما كان رسول الله يرسل رسله وأصحابه إلى المدائن والبلاد للدعوة وللتعريف بدين الله كان يقول لهم بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذا شيء واضح. قد يقول قائل طيب هل هذا يعني إذن الباري تحدث عن النار وسخطه، الباري تكلم عن عقابه الشديد، الباري تكلم أحيه إلى كتاب الله، لاحظوا التربية القرآنية كيف وجهه إلى أن يقرأ كثيرا من كتاب الله ليقرأ النذر من كتاب الله لا من لسانك. قل له اقرأ ما يقوله الله سبحانه وتعالى في حق العصاة في حق المسرفين على أنفسهم إلى آخره. أما أنت فعندما تدعوه إلى الله عز وجل ينبغي أن تسير طبق النهج الذي أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدخل محبة الله في قلبك، اغرس محبة الله في فؤادك، اطرد محبة الأغيار من فؤاده ووجه قلبه إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ذكره بالعظيم من رحمة الله ومن فضل الله، ثم هيج بين جوارحه مشاعر الحياء من الله عز وجل، مشاعر الخجل من الله سبحانه وتعالى. قل له إن مولاك يعطيك يكرمك يغنيك، أي يكرمك بطمأنينة العيش ورغد الحياة، وما لحظة من اللحظات إلا وعناية الله تمتد إليك من فضلك إلى قدميك. أما ينبغي أن تشكر الله؟ أما ينبغي أن تلتزم بأوامره بنصائحه؟ أما ينبغي أن تقف عند حدوده تسير على نهجه الذي أوصاك به؟ هكذا ينبغي أن تجذب
تتكسر وتطيل الكلام عن جهنم وطبقاته ونوع الشدائد التي فيه، وتطيل الكلام عن الحيات التي توجد في النار كما يفعل بعض الناس، أو كما نرى في بعض الكتب التي تعرض الرقائق، نعم، أو كما يفعل في بعض الوعاظ من رجال ونساء. هذا الكلام ماذا تتصور أن يكون أثره؟ أثره إما أن يوقع الإنسان في اضطراب نفسي، فتجد أن هذا الإنسان أصبح مريضاً مرضاً نفسياً في أمور دينه وفي أمور دنياه، وإما أن يزجه هذا الكلام في نوع من الاشمئزاز والرعب مما هو مقبل عليه بعد الموت، بحيث كلما ذكر الله لم يتصور، عندما يذكر الله لم يتصور إلا العذاب والمآسي والمصائب والآلام التي لا يمكن للخيال أن يتصورها. طيب أنت بهذا تصرف هؤلاء الناس عن الله بدلا من أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لو أحصينا آيات القرآن لرأينا ثلثي كتاب الله عز وجل تحببا إلى العباد، ثلثا كتاب الله عز وجل من الآيات كلها عبارة عن تحبب، تذكير بنعم الله، تذكير بما سخره الله لكون الإنسان، تذكير بفضله بنعمه بآلائه بحمايته للإنسان بعفوه بمغفرته. هذا هو الغالب من كلام الله سبحانه وتعالى. ما القصد؟ القصد أن يحقق هذا الكلام حبك لله فتنقاد إلى أوامره بسائق من الحب لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع. هل رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ذات يوم على المشركين فأخذ يجرهم إلى الهداية بوصف جهنم، بوصف العذاب الذي ينتظرهم بعد الموت، هكذا بالتفنن في وصف هذه الأمور؟ أبدا إطلاقا، وإنما كان يذكرهم بدلائل وجود الله سبحانه وتعالى وبدلائل فضل الله عز وجل على الإنسان وبعبودية الإنسان له، أنه عبد ينبغي أن تعلم عبوديتك لله سبحانه وتعالى. إذن هنالك من يخطئ في أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل ويظن أن الله عندما أرسل رسوله بشيرا ونذيرا ينبغي أن نكون، لكي نكون أيضا مبشرين ومنذرين، ينبغي أن ندخل الهلع في قلوب الناس ونجرهم إلى الله عن طريق الهلع. لن يجروا إلى الله عن طريق الهلع. هنالك بلغني أن في الناس رجالا ونساء، ربما أيضا نساء أكثر، يستعملون أساليب غريبة وعجيبة لم نسمعها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولم نجد أن أحد من الربانيين سلكها. مثلا أن يحفر الإنسان قبرا، يمثل قبرا، ثم يتمدد في داخل هذا القبر ويخيل أمام من يدعوه إلى الله ومن يربيهم أنه مات وينظر إليه، أو يطلب هذا الداعي أو هذه الداعية من تلميذاتها أن يفعل ذلك في بيوتهم، أن تتمدد واحدة في مكان تعمل منه قبر وتتخيل أنه مات إلى آخره. النبي عمل هيك؟ النبي أوصى بهذا؟ هل من في الصحابة من فعل هذا؟ لا سيما عندما يكون الإنسان رقيق المشاعر، خصوصا الفتيات، يعني النساء لا تستطيع الواحدة منهم أن تصبر على مثل هذا الكلام. وكم رأيت فتيات وقعن في اضطرابات نفسية البعض منهن لم يشفع منه، نعم، من جرار هذا الأسلوب. لماذا؟ أمام بابان اسمه
باب من الخوف وباب آخر أوسع بكثير جدا جدا، والطريق بينه وبين الوصول إلى الله الأقصر هو باب الحب، باب الترغيب، باب إثارة الحياء من الله عز وجل. لماذا أعرض عن هذا الباب الواسع العريض الجميل؟ وأحمل إخواني أو تلامذتي أو مريدية نعم في هذا الباب الآخر. شوف من قلة نعم الله عز وجل التي تثير الحب، حب العبد لله، حتى نفتح هذا الباب من الهلع ومن الخوف ومن المخاطر على إخواننا، لا يحتاج إلى هذا بشكل من الأشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن صهيب، نعم نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصيه، أي عدم عصيان الله ليس عن خوف، ولكن عدم عصيان الله سبحانه وتعالى إنما هو عن حب، وإن لم يكن عن حب فعن القيام بالحق، حق الله عز وجل. علي حقوق كثيرة لله ينبغي أن أؤديها، حقوق اليوم كثيرة جدا ينبغي أن أؤديها، هكذا يفعل الإنسان. هذا أكبر حامل للإنسان على أن يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. ونحن في كل يوم نجد أمام أبصارنا ما يؤكد هذه الحقيقة، عندما ننظر إلى الناس الذين يهتدون بعد شروط، أكثر الذين يهتدون بعد شروط يهتدون بسائق خوف أم بسائق حب ورغبة؟ ما وجدت إلى الآن إنسان كان تائه عن صراط الله ثم إنه اهتدى إلى الله بسائق رعب، لا والله ولا واحد ما شفت. لكن كل الذين رأيتهم اهتدوا بعد ضلال إنما اهتدوا إما لأنهم كانوا جاهلين ثم علموا، وهذه مسألة علمية لا علاقة لها لا بخوف ولا برغبة، وإما بسالة حب وبسالة رغبة عرفوا صفات الله سبحانه وتعالى، فوجدوا أن الله يتصف بصفات يجعله معشوق الإنسان، كان تائها عن هذا فسار على صراط الله وتاب إلى الله واهتدى إلى الله سبحانه وتعالى، أو تنبه إلى عظيم فضل الله عز وجل عليه، ديون 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 كثيرة متراكمة عليه لله سبحانه وتعالى، ونظر فوجد أن حقوق الله عليه كثيرة جدا ينبغي أن يؤديها حتى لو الباري سبحانه وتعالى ما حسبوا عليها. لكن أنا إنسان ما لم يكن عندي زور، ربي عز وجل عم يكرمني ويعطيني ويكرمني ويكرمني ويكرمني، ولا لا يقبل ولا شيء. نعم ليه دا؟ إما بهذا الدافع وإما بهذا الدافع. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كانت تتورم قدماه من شدة العبادة ووجوب الوقوف في الصلاة، نحن مخطئون أن تصورنا أنه كان يفعل ذلك خوفا من عقابنا، أبدا، كان يعلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا لماذا كان يرهق نفسه هذا الإرهاق في العبادة؟ شكرا لله، خجلا من الله. شوفوا عامل الخجل قديش بيدفع الإنسان، خجلا من الله عز وجل إنه الله أعطاني كل هذه النعم أكرمني جعلني أول محبوب له في الكون، اختارني رسول للناس، جعل هداية البشر على يدي، طيب أنا لماذا بالمقابل أشكره؟ هذا هو الدافع. لذلك عندما دخل عليه بلال في يوم من الأيام وقال له يعني ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تشكل لك يعني، ماذا قال له؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيش مين الذي أنا عبد الله مشان حساب مشان رص حساب العقاب ما يكون في على عقاب أنا، لكن في إله علي فضل بدي وقت شوي من الفضل اللي إله علي أخطرك باب الدعوة إلى الله من هذا الطريق بهذه الوسيلة، العصاة المارقين الفاسقين
الفاسقين المنحرفين التائهين، قدهم الى الله سبحانه وتعالى عن طريق التخفيف من الله سبحانه وتعالى او الترغيب او الحب. موضوع الخوف في اخر القائمه، العود لكن وين في اخر القائمه. نعم، عندما لا الترغيب يفيد، لا التحبب يفيد، لا التذكير بحقوق الله يفيد، لا التذكير بهويتك عبدا لله عز وجل يفيد، عندئذ ياتي دور التخويف من عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: بشروا ولا تنفروا. وانا بين الحين والاخر اسمع اناسا يعني غير الملتزمين يعتبون على كثير من الواعظين والخطباء والواعظات اسلوبهم في التخويف، وانا معهم فيها، انا معهم. هذا غلط، ويبدو لي ارجو ان اكون مخطئا، لكن هكذا يبدو لي ان بعض هؤلاء الواعظين يريدون ان يؤثروا على الناس، يريدون ان يشعروا انفسهم انهم قد اثروا في المستمعين الذين امامهم، فلا يجدون وسيله اقرب اليهم من وسيله ادخال الوعظ، فيوخمون الاخبار ان كانت صحيحه يوخمونها جدا، ان كانت غير صحيحه ياتون بها من كل حدب من كل شفه، صحت او لم تصح. نعم، فاذا راوا ان العيون بدات تحدق في هذا الكلام او هذا المتكلم بخوف، ظنوا انهم قد اثروا عليه، وظنوا ان كلامهم قد دخل في نفوسهم. يعني الدافع لهذا دافع شخصي، انه انا حكيت كلام خليت الكل يرتعب. هذا ما يقرب الى الله، هذا غلط، هذا غلط، لا تخليهم يرتعبوا. من قال انهم يرتعبوا يكونوا تقربوا الى الله سبحانه وتعالى؟ الباري سبحانه وتعالى فطر الانسان على حبه، وفطر الانسان على ممارسه العبوديه له، لكن لم اسمع انه فطر على الخوف منه. فطر على الخوف؟ لا، فطر على العبوديه له تماما، وفطر على حب الله عز وجل له تماما، وفطر على الدينونه بالله سبحانه وتعالى تماما. موضوع الخوف ياتي عرضا، ياتي عرضا. اذا يحب للامام النووي ان يفرد بابا فيما يتعلق بالإشارة وأهميتها واستحباب التبشير. بدأ الإمام النووي حديث الباب بهذا الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. كلمة من قصب، القصب اللب المجوف. نعم، الصخب معروف الصيام، والنصب التعب. هذا الحديث حديث متفق عليه، وقد بشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بهذه الإشارة قبيل وفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبشرها بهذه الإشارة فحياتها مع رسول الله وحياته معها كل ذلك يسطر هذه الإشارة بأبلغ بيان. يعني لو لم يبشر الباري سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة بهذه البشارة فإن حياتها التي أمضتها مع رسول الله وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يصدر هذه البشارة ذاتها ربما بشكل أبلغ. فخديجة كانت كما تعلمون أول
أول عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نطاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدءا من الأيام التي كان يخرج فيها الحقار حراء إلى أن توفي. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأنسه بالقرب منه، وكانت وزيرة صدقه في سيره ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت تعينه على الدعوة بماله وبكل ما تملك. نعم، وكانت من أوائل من دخلت في دين الله سبحانه وتعالى، ولم يكن محبة رسول الله لها إلا عنوانا على هذه البشارة الربانية. وقد صح فيما يروي جابر أن خديجة لما توفيت وجد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا. يقول جابر: وجد رسول الله على خديجة، أي أخذ الحزن فؤاده عند وفاتها بشكل شديد حتى خشينا عليه. نعم، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة السيدة خديجة في كتابه الإصابة. نعم، هذا كله دليل على مكانة خديجة لا عند رسول الله بل عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الأفاكين أيها الإخوة، بعض الدجاجلة والمزيفين ذكر هذا الحديث، لكن كيف ذكره؟ ذكره وربطه بأكذوبة كبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطط لنفسه الزواج من فتاة، وخديجة في حال الحياة في أخريات أيامه. لما شعرت خديجة بأن رسول الله يخطط للزواج من إنسانة أخرى، ورأى رسول الله حسنها وألمها من هذا، استلقى خاطرها بهذا الكلام، بشرها بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني حاول الإسلامية والثقافة الإسلامية الصالحة والمدينة الإسلامية.